دي دي ودكتور ماريو. سواها اخر مره اختار دي 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 وانفقع وجهها بعدين حول على سامس وفايز. حس دكتور ماري ممكن يتبهدل ادج جاردن بالاتكار خصوصا لبي حقته سيئه. يفرق الهيت بوكس عن ماريو دكتور ماريو؟ قصدك في الار بي ولا بشكل عام؟ الضربات عموما. الهيت بوكس حسب معلوماتي لا. الا لو في سبيشلز غير الله اعلم. مثلا الار بي ما اعرف. اي طبعا طبعا الار بي تختلف فيها فيها في اضعف حقها. ايه والهيت بوكس حقها واحد. اي صح ما هو هي طبعا يعتمد يختلف بس هي في النهايه ضربه واحده بس مو حلو. استخدام الابي ككومبو فينشر فكرة جميلة دامج حلو لو فاك جميل يعطيك فرصة انه يرجع الستيج ناخذ بوزيشن حلو يزيد معلق على الحافة من نفسه ما راح يتحرك. انا ودي اشوف مباراة بينه وسيف. خلاص احنا الاثنين في اللوزر كان جاب التو فريم مرتين ولا هو قاعد يسوي بيفي اي دونت نو فهيت شوي. سوى ابير اخر شيء تحت. حلو قاعد يستخدم الهيد بوكس اللي ورا حق الاب تلت. يلا يلا جود لك سعود. نايس داون سماش تاخذ لها مساحه كبيره تغطي نص المرحله. بدأ حرب القردوات كني شفت الدواء يضرب القردو ولسه ما تحرك. انا اشوف قردوات يزيد ما تعترف طلقات دكتور ماري. هو دوج اب اير كامله سماش. اتوقع بعد دي اي. وين خبراء الدي اي؟ من يسوي بان؟ هو يسوي بان للستيج ويختار شخصية. المرحلة الأولى. لكن مع كامل احترامي لفهد انا اتوقع انه ايزي ماتش لجهة دكتور ماريو. يتعامل بالبخر سبيسينج ما في هذا الشيء. كلوز كورتر كومبات
ضبط الكاونتر. خلف نشوف. What? اوه كان يبغى يسوي السماش حقته. وات احنا خلصنا؟ ايه ولا اوت اوف كم؟ يا بس نسيت المباراة.